الجدار بمحيطات مراكز الشباب على مستوى يمكن الجمهوريه. ده يا استاذ محمد حاجه من الحاجات المهمه استاذ جدا. احنا في محمود يا فندم، استاذ محمود في حاجات في شوارع كتير في من شوارعنا للاسف ما فيهاش شجره، كلها بتبقى برضو عربيات وكلها محتاجه انها تتشجر، كلها محتاجه ان يكون فيها مساحه من الاخضر كبيره جدا. حقيقي، وده على فكره اللي اقترحوه من خلال، انا قلت لسيادتك من ضمن القطاعات اللي كنا شغالين عليها في هذا المؤتمر قطاع النقل والمواصلات، واحنا قلنا ازاي ان المدن الجديده اللي بيتم تنفيذها، الكباري اللي بيتم انشائها الان، احنا عندنا مصر رائد الان في مجال الطرق والكباري، ازاي نعزز بقى بجانب هذا هذا الانجاز، نعزز من زراعه الاشجار وزراعه القدره بشكل عام اللي بتساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئه، ده كان من ضمن ايضا ما تم طرحه ومناقشته. كمان اتكلمنا على موضوع السيارات الكهربائيه. وازاي ان احنا نعزز من هذا الامر، ان احنا يكون عندنا سيارات تعمل بالطاقه الكهربائيه او بالغاز الطبيعي، دي كلها ايضا من المبادرات اللي بتقلل من استخدام الوقود الاحفوري المضر للبيئه، واحنا يكون عندنا طاقه نظيفه للحفاظ على المجتمعات. وكمان يعني كل ما يتعلق تقريبا بالبيئه والمناخ تم مناقشته من خلال الجلسه دي، مظبوط؟ مظبوط يا فندم، وعايز اقول لسيادتك ان احنا اول يعني كيان خاص او وزاره الشباب بشكل عام هي الاولى التي تناقش هذه القضيه قبل انعقاد مؤتمر قمه الاطراف في شرم الشيخ. ده طبعا اللي هيكون على هامش هذا المؤتمر، يوم اسمه يوم الشباب، هتنظمه وزاره الشباب والرياضه ان شاء الله في مؤتمر قمه الاطراف اللي في شرم الشيخ. حلوه قوي. طيب استاذ محمود، حابه برضو اعرف من حضرتك عن دعم وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي للشباب بعد المجهود اللي قاموا بيه من خلال الجلسه دي، وكمان عن تعليق اعضاء مجلس النواب مجلس الشيوخ، قالوا ايه؟ يعني ايه تعليقهم على الشباب وعلى المقترحات اللي قدموها؟ انا الحقيقه انا اسمحي لي كاحد الشباب قبل ان اكون متحدث رسمي باسم برلمان الشباب والطلائع، ان احنا نتوجه بكل الشكر والتقدير من خلال هذه المنصه الاعلاميه المحترمه اللي بنقدرها تماما الى الاستاذ الدكتور اشرف صبحي. الحقيقه دكتور اشرف صبحي منذ ان تولى المسؤوليه تبنى هذا المشروع، وقال ده هيكون مشروع قومي ان شاء الله هنقدر من خلاله نستخرج كوادي الشبابيه قادره على ان هي تقود الحياه السياسيه والنيابيه في الفتره المقبله. الحقيقه معالي الوزير الفتره الحاليه بيلتقي بشباب البرلمان الطلائع وبرلمان الشباب بشكل شبه شهري، سواء على مناصب زوم او من خلال المدن الشبابيه الخاصه بوزاره الشباب والرياضه، وبيستمع لينا الحقيقه بكل انصات، وكل الافكار والمبادرات الشبابيه سياده الوزير الحقيقه يعني يتقبلها بصدر رحب. وعندنا كمان سياده الوزير جولات في كل المحافظات، لازم وبيؤكد لمديريه الشباب والرياضه اللي هيزورها ان يبقى في لقاء حواري مع الشباب. يعني احنا عندنا يوم الاحد المقبل سياده الوزير هيكون في محافظه بني سويف، شدد واكد على ان يكون في اكثر من 1000 شاب يلتقي بيهم سياده الوزير، والقاء مفتوح علشان يستمع للشباب المحافظات ويشوف افكارهم ايه وارائهم ايه وماذا يريدون من وزاره الشباب والرياضه تجاه المرحله المقبله. هذا ما يقدمه سياده الوزير. اما بخصوص تعليق الاعضاء، الحقيقه السيد الامين العام لمجلس النواب السيد المستشار الجليل احمد مناع قال نصا، ده قال انا حقيقه يعني لو بايدي انزل السن الترشح لمجلس النواب لسن هؤلاء اللي متواجدين في القاعه لا فعلت ذلك حتى ارى هذه الوجوه التي تعبر بالفعل عن صوت المواطن وصوت الشباب، الاقيهم بالفعل اسفل قبه البرلمان. قال كمان انا لا اريد ان تنتهي الجلسه مما راه من اداء برلماني رفيع. الشباب حتى علق ان ما كانش حد بيقول من اوراق، الكل يتحدث طبقا لما يراه وطبقا لما يعايشه وطبقا للادراك الجيد والنضج اللي وصل له هؤلاء الطلائع وهؤلاء الشباب اثناء العرض. كمان السيد النائب محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضه اشاد الحقيقه بالمجهود العظيم اللي قامت به وزاره الشباب والرياضه، لان احنا عندنا ممثلين عن 27 محافظه. هقول لسيادتك اضيف لك من الشعر بيت كما يقال، كان المقرر العام للجلسه ولاول مره في التاريخ منذ 1999 انشاء هذا النموذج حتى الان، كان المقرر العام للجلسه شاب رائع
اسمه مصطفى علي من حلايب وشلاتين، وده مهم جدا ورسالة قوية جدا من الدولة المصرية ومن الدكتور أشرف صبحي ومن الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع، إن حتى المحافظات الحدودية مش مجرد موجودين معانا على الهامش إطلاقا، بل كان مقرر عن الجلسة هو الذي يتلو جدول أعمال الجلسة والذي يتلو الاعتذارات ويتلو بنود جدول الأعمال كان من حلايب وشلاتين. حلو محافظ. هو تقريبا كان اعمارهم قد ايه يا استاذ محمود؟ يعني احنا يا فندم عندنا الاعمار كانت بتتراوح ما بين 15 16 الى 18 سنه او 19 سنه، وده سن الطلائع. وعندنا برلمان الشباب من 18 حتى 25، والان برعايه الدكتور اشرف صبحي بيتم تدشين نموذج محاكاه مجلس الشيوخ ويجرى الان اجراء الانتخابات. عايز اقول حاجه مهمه قوي قوي عملها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والاداره العامه لبرلمان الشباب والطلائع، ان اختيار هؤلاء النشب وهؤلاء الطلائع وهؤلاء الشباب للانضمام للبرلمان كان عن طريق انتخاب